التي يخوضها المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل من أجل الدفاع على مجموعة من المطالب العادلة والمشروعة التي تمس طبلة وأيضا ساكنات إقليم النضر. أهمها مكتب كما قلنا ونعيد ونكرر مطلب بناء قصر العدالة أو مركب العدالة بإقليم النضر على غرار مختلف الأقاليم. إذن قبل يعني الاسترسال في الكلمة الختامية عضو المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، عضو المجلس الوطني الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكاتب المحلي لفرع بركان، الرفيق الصالحي الجنرالية للشغل، الرفيق حسن حماش والرفيق دكان على الحضور ديالهم المؤازرة ديالهم لهذه المعركة الاحتجاجية اللي كنخوضوها. طبعا الأخوات والإخوة الملف المطلوب راه معروف، مجموعة من المطالب لا زالت عالقة منذ مدة، ونحن ننبه المسؤولين لا على المستوى الإقليمي ولا المسؤولين في الإدارة المركزية لضرورة التعاطي الإيجابي مع المطالب. كما قلت مركب العدالة، الرفض ديال مخطط أوراش، يعني المشكل العويص ديال الموارد البشرية مشكل حقيقي، يعني الخصائص كبير وكبير جدا في المحاكم ديال النضور في الموارد البشرية. لذلك نؤكد او ما دازت المباراة ديال توظيف، خاص ضرورة ملحة تمكين المحاكم ديال النضور بالعدد الكافي من الموظفين لتخفيف العبء على الموظفات والموظفين اللي كيعانيو الامرين في المحاكم. وحنا اليوم في هذه البناية في قسم قضاء الأسرة الوضع راه امام اعينكم، الكل كيعرفوا بناية تعود للعهد الاستعماري، لا تتوفر فيها بشكل مطلق ادنى شروط بناية ولا مرفق قضائي، لا تتوفر فيها ادنى شروط مرفق قضائي. الاخوة الاخوات، هذه حلقية احتجاجية عندها قدسية ديالها، عندها قدسيتها، خصنا نحترموا هادنا هاد الشكل، هاد الناس اللي واقفين هنا خصنا نحترموهم. باقيين في البيرو راه خصك تستقبل المرتفق في البيرو، وإلا ما كانش الإجراء عندك في البيرو خصك تنوض تكودو دير البيرو الآخر، لأن غيتلف هاد الدهاليز هادي راه حنا وشي مرات كتلف، حنا اللي موظفين هنا وشي مرات كتلف. علاش؟ لأن ما كاينش تنميط معايير هندسية ديال الكلوارات ديال التشوير إلى غير ذلك. وأدعوكم الأخوات والإخوة لزيارة بعض المكاتب هنا في قسم قضاء الأسرة، يعني شقوق مهددة بالانهيار، وهنا كنحملوا المسؤولية الكاملة لوزارة العدل، لا قدر الله تبقى شي كارثة في هذه البناية. راه بناية في العمر ديالها 70 عام ولا أكثر، العوامل ديال المناخ وهذا راه في أي وقت، راه كنقولها أدنى شي سلسلية، وحنا كنعرفوا الإقليم ديال النضور واقع في المنطقة بشكل مستمر، كاين حركات في الباطن ديال الأرض تقدر في أي وقت لا قدر الله تبقى شي كارثة. وهنا كمكتب محلي للنقابة الديمقراطية للعدل وكمناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، أمام التاريخ وأمامنا جميعا نحمل المسؤولية الكاملة
بشكل مطلق الحلول الترقيعية. الحلول الترقيعية اللي سمح لها مؤخرا نكريو شي عمران، نمشيو للخيرية الشبيبة كل مرة كيعطيونا شي افكار ما عرفتش عوض النار، يمشيو يبنيو قصر العدالة ولا ممكن العدالة اللي يكون في مواصفات تحترم الآدمية ديال البني آدم، تحترم الكرامة الإنسانية، كيبقاو يتبتعو. هاهي المديرية الفرعية سنين وما كارين جوج شقق في واحد العمارة وكيخلصو فيها السباب ديال الفلوس، المال العام كيضيع، في حين أنه كاين مقر المديرية الفرعية القديم يتبنى فيه بناية جديدة بالمعايير. إذن ما كايناش إرادة، ما كاينش إرادة حقيقية عند وزارة العدل لحل هذا المشكل ديال الولايات في عقل النظر. عندهم الفلوس في الرباط يبنيو فيها قصر العدالة، في فاس، في إنسكان، في مجموعة المناطق، الفلوس موجود، كنوصلوا للناظور، للريف، ما كتبقاش الفلوس، وكيبقاو العراقيل. طبعا نعيد ونكرر بان المطلب ديالنا الرئيسي والاساسي واللي لم نتخلى عنه هو بناء مركب للعداله بالاقليم ديال النظر يحفظ كرامه المنطفات والمنطفين، كرامه كل مرتفق، كل مرتفقين. الانسان اللي جاي للمحكمه راه بنادم انسان، يعني خصك توفر له شروط ديال الاستقبال مناسبة. شاء من شاء وكره من كره، ومناضلات شرفاء وشارفات مدافعين منافحين عن قضايانا العادلة والمشروع. إذن كما قلت مركب العدالة مركز ديال الاستياف، مركز ديال الاستياف بالإقليم ديال الناظور. الموارد البشرية، تغيير الحافلة ديال النقل المهدرية واللي ما صالحاش باش تبقاو فيها الموظفات والموظفين. عدد كبير من المطالب المشروعة والعادلة لا زالت عالقة إلى اليوم. طبعا كنقابة مكافحة ديمقراطية تقدمية وحدوية حداثية لا يمكن أن نتحدث عن المطالب ديال هيئات كتابة الضبط في معزل عن مطالب الشعب المغربي، عن مطالب الفقراء والفقيرات ديال هذا الوطن اللي كل يوم نازلين عليهم بالزيادات. لا يمكن أن ننسلخ كمناضلات ومناضلين عن المطالب المشروعة ديال المواطنات والمواطنين، لأن حتى حنا مواطنين ومواطنين، حتى حنا جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الذي يعاني الويلات مع الحكومات المتعاقبة. لذلك نرفع صوتنا عاليا باركة ورهنكت عباد الله وما خليت المسكين في يزيد، ما خليت الفقير في يعيش. وبارك عباد الله والبصله ب1515 درهم وعيب وعار في واحد الدوله اللي تبنات المخطط الاخضر دابا 10 سنين.
عيب وعار البطاطا اللي كياكلها المسكين اليوم دار 9 درهم و10 درهم عيب وعار المواد الاساسيه الاوليه اليوم المواطن البسيط وحتى الطبقه المتوسطه ما قداش توصل ليها وبركة راكم خربتوا ونهبتوا هاد البلاد هادي. إضافة لمطالبنا اللي كان دائما كنأكدوا عليها وكنذكروا بها نطالب هذه الحكومة المسؤومة حكومة الزيادات الصاروخية في الأسعار ديال المواد الغذائية والمواد النقية أنهم يرخصوا شوية على أبناء وبنات هذا الشعب. إذن طلع وطيب على أخوات الإخوة أنا نخلي كلمة للأخ ضروري حسن حموش رئيس الاتحاد المحلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل كلمة ولا مقتضبة في هذا الوضع ديالنا الملف المطلبي سائد الأمور. أخوات الإخوة تحية نضالية استمرارا لهذه المعركة ديال الأخوات والإخوة في النقابة الديمقراطية للعدل الفرع المحلي بالناظور. هذه المعركة ينبغي أن تنفتح على مسارات أخرى، لا ينبغي أن تكون حكرا على موظفي ديال النقابة الديمقراطية للعدل. معركة تهم كل الفاعلين سياسيين وحقوقيين وجمعويين بهذا الإقليم. البارحة وأنا في حديث مع الأخ جمال قلنا بأن ملف ديال المعركة ينبغي أن يصل إلى قبة البرلمان بمجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وعلى الإخوان المنتخبين بهذا الإقليم أن يتحملوا كامل مسؤولياتهم، وينبغي لنا أن نحملهم هذه المسؤولية، وآنذاك يمكن أن نستعرض الحساب الممكن، لأن هذا الملف عمر طويلا، والفضل كل الفضل يرجع إلى الأخوات والإخوة في النقابة الديمقراطية للعدل الذين فتحوا هذا الملف على مصراعيه. مركب ديال العدالة بالإقليم مسألة لا مفر منها، طال الزمن أم قصر، لا ينبغي لهذا الإقليم أن يكون في معزل على هذا المركب ديال العدل، فضاء لائق للمنطفين والمرتفقين. وحنا أن تكون مفصولة كما ذكر الأخ جمال عن سياقاتها الأساسية، والسياق الأساسي هو السياق الاجتماعي والاقتصادي. حنا الأخوات والإخوة مقهورين من هذا الغلاء الفاحش في الأسعار، وأصبحنا كطبقة متوسطة أصبحنا متدينين لواحد الدرجة لا تتصور، لم يعد لها موقع في هذا الزمن، لأننا أصبحنا في الحضيض الأسفل، في الدرك الأسفل من الترتيب الطبقي في المجتمع. أصبحنا فاقدين لكل مطالبنا وآفاقنا ومتطلباتنا. لذلك معركة ديال الوضع الاجتماعي والاقتصادي تسائلنا جميعا، تسائل كل من يحمل هم ديال الدفاع على أبناء وبنات هذا المجتمع المغربي المقهور. أيضا المشاكل، أيضا مشاكل الغد في الوظيفة العمومية ستزداد حدة. مشكلة الخصاص ماشي فقط في المرفق ديال العدالة، مشكلة الخصاص سيعم كل الوظيفة العمومية، في التعليم، في الصحة. الحكومة السابقة استدت ضيوف، الآن ما كتهدرش. الناس الآن يبحثون عن التقاعد النسبي وعن التقاعد حتى السن، ولكن الدولة لا توظف. الخصاص سيزداد استفعالا، وستضاف أعباء أخرى للموظفين في المرفق ديال العدل وفي التعليم وفي الصحة وفي كل القطاعات ديال الوظيفة العمومية. أيضا المشكل الخطير أيضا لأننا احنا خسرنا المعركة في 2016، معركة ديال التقاعد خسرناها لأسباب أنتم كتعرفوها وكتعرفوا أيضا نتائج التصويت اللي دارت، ولكن ما مستعدينش.
فيها كلام النظر، لان المعركة ما بقاش معركة ديال الاخوات والاخوة في النقابة الديمقراطية للعدل، ولات معركة ديال ابناء الشعب المغربي في هذا الاقليم. جمعيات حقوقية، هيئات سياسية، نقابات، كل من يعنيهم من بعيد او قريب هذا المرفق العمومي اللي بغينا نأهله، اللي بغينا نأهله الى مستوى لائق يضمن الكرامة ديالنا، الكرامة ديال المرتفقين، الكرامة ديال المهتفين. تحية لكم، ومعركتنا ستمتد في الزمن وغادي تكون مستمرة، ونحن معكم ودمتم للنضال أوفياء، وشكرا. قاسم حمواش، عضو المكتب الوطني، النقابة الوطنية للتعليم، عضو المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، شكرا له على التواجد والتضامن المطلق والنمشي. إذن الآن أوحي الكلمة باسم المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للأمن بالجهة الشرقية، فليتفضل الرفيق الصالحي. إذن متابعة كيدية من أجل الممارسة ديالو ديال الحق في العمل النقابي وفي حرية التعبير. تحية الرفيق الصالحي. تحية نضالية الإخوان الأخوات والرفاق والرفيقات في النقابة الديمقراطية للعدل فرع الناظور، اللي شار ليه الرفيق جمال مسألة المتابعات ولا مسألة الهجوم على المناضلين والمناضلات الشعب المغربي، لا أقول مناضلين ومناضلات النقابة الديمقراطية للعدل، وهي مسألة باتت عادية في ظل هذا التناحر اللي كاين ما بين الفوق والتحت. راه المحاكم كلها كتغلي، محاكم الجهة الشرقية، حنا راه يلاه درنا وقفة في بركان، المحاكم كلها كتغلي، المشاكل اللي كتعيشها الناظور كتعيشها مختلف محاكم هذا الوطن بالجهة الشرقية. ظروف العمل وشروط العمل غير إنسانية في الكثير من المحاكم هذه الجهة. الخصائص اللي كاين في الموارد البشرية، وحنا عارفين وقلناها في محطات قبل، بأن محاكم الجهة الشرقية لي ديطاش اللي كيتزادوا ليهم في العمل اليومين تاعهم، راه ربما موظف واحد مقابل ثلاثة الموظفين في محاكم أخرى، وحنا عارفين المحاكم اللي فيهم اكتظاظ الموارد البشرية، وبالتالي هذا إقصاء ممنهج وإقصاء ما كيطرح ولا كيطرح مجموعة علامات استفهام. ونفس الشيء بالنسبة للبنايات، كل مرة كيقول لك وزير العدل مشى كيتشن بنايات قصر العدالة في شي مدينة، كما لو أن الناظور لا تستحق، وأن ساكنة الناظور وساكنة المنطقة لا تستحق أن المرتفق أو الموظف أو المحامي أو القاضي أو شكون يكون أنه يكون عنده شروط عمل مواتية. أستغرب صراحة أن مثل هذه البناية للآخر مازال لي طراس نتاع الماء اللي كطيحش فيها الشتا يمكن الماء كيبقى يسديني، كيف عندها شتا دوك الميازيب اللي كيهبطوا الماء ديريكت للأرض. هنا كيكون لك بيسير. والغريب في الأمر أكثر أن هذه البناية مؤخرا كاين شي فيلم ولا شي مسلسل دمو لي واحد شكي تصور هنايا، وفي لي جينيريك الإسبانيين غادي يشوفوا بأن هذه البناية مازال كيتمثلوا فيها، يعني حسبوها من التراث الإسباني في المغرب، وكيشوفوا الغريب في الأمر غادي يكون كلمة شكر سوى وزارة العدل ولا، يعني هذه البناية راه باقي خدامين فيها عباد الله، وراه تراث، هذا الشيء ما خاصش يتخدم فيه. وما أثار انتهاشي أكثر أنه اللي كندخلوا التكنولوجيا الحديثة لهذه البناية هو الكاميرا والكليماتيزور. يعني هذه البناية ما دام أننا نحافظوا على هذا التسليج اللي دار فيها، ونحافظوا على هذه الأقواس وعلى هذا الآخر دوك الكرياج اللي دايرين السراجم، هذا الشيء خصنا نحافظوا عليه. نقول أودي ها كيفاش كان كيفكر واحد الوقيته المهندس المعماري الاسباني، ها كيفاش كان كيبني، ماشي غادي نديروا فيها دابا
موظفين واجراءات والناس كيتقاضاو والجلسات هذه شروط غير مقبوله وكان مكتب جهوي للديد. اما المركز القضائي تاع زايلو وراه دابا شفتي لافته هزها الاخت يمينه مطالبه ببناء مركز المراكز القضائيه واحد الوقيته في المحطات ديال الزيارات ديال اللجنه التحضيريه لتاسيس المكتب الجهوي دخلنا للميدان لقينا المركز غيطيح عليهم الدروج الى طلعتهم على الدروج ما تقدروش تولي تهبطوا وهذه خطر اما تطلع اما تهبط. اما المركز القضائي بزايو راه الجلسات اللي فين كتعقد الجلسه راه كتخرج تمشي جهه السوق من مورا الشوايه راه كارثه راه وضع مزري. وبالمقابل المؤسسات الرسميه اللي صار على القطاع لا المجلس على السلطه القضائيه ولا رئاسه النيابه العامه ولا وزاره العدل ولا مؤسسه الحكومه كيبقاو يهضروا على مشاريع نتاع المجاعه القضائيه ومشاريع نتاع رقمنه العمل بالمحاكم وتقرير الاداره من المواطن. هذه الشعارات كلها كنسمعوها يوميا في التلفازه ولا في الجرائد ولا في المساجد ولا في المؤسسات التعليميه. ولكن ملي كتجي لارض الواقع وملي كتجي تنزيل هذه الشعارات كنلقاوها تتناقض تناقضا صارخا ما بين هاد الزوج هذا ما بين الواقع والشعر. يعني نندد بشكل واضح ان هاد الظروف اللي كيعانيو منها الموظفين في المحكمه في الجهه الشرقيه الناس بني مطهر المركز القضائي بني مطهر برقم مازال الناس كيديروا الحطب باش يسخنوا في المشتى موظفين كاين مراكز قضائيه اللي كتسير بموظف واحد وهذا الشيء ما مقبولش. وزاره العدل باركه متقشف الحكومه باركه متقشف المخطط اوراش ما غاديش ينجح والمخطط ديال تسمى ديك القضيه تاع لي ستاجير غير مقبول هذه المساله هذه في العمل القضائي لان راه كاين السريه المهنيه وكاين اسرار تاع عباد الله في هذه المهنه هذه وماشي اي واحد غادي يجي يدير هذا الدور. وكنوقف كذلك على ان نقطه ملحه بالنسبه للمطالب اقليم الناظور اضافه الى بناء قصر العداله بناء مركب صديق كاين في مناطق دابا موظفين في قطاع العدل ولا الناس المنتسبين لهذا القطاع الى بغى دابا يدير اصطياف خصو يمشي اقرب نقطه ليه هو فاس لان دابا السعيديه راه مردموه وما عرفوش يتبنى. وكاين كانت وعود نتاع ان غادي يكون المقر نتاع فين كان السجن المدني في الناظور قديما كان غادي يكون مركب اصطياف ولكن بقي حبرا على ورق. لهذا اقول الاخوه والاخوات في قلعه الناظور الصامده مزيد من الصمود مزيد من التنظيم المزيد من التشبث برفاقكم اللي كيتحملوا المسؤوليه هنيئا لكم بشكلكم النضالي هذا اللي هو عباره عن معركه اللي تسطر فيها ثلاث الوقفات الاحتجاجيه. واخوه في المكتب الجهوي يبلغونكم تحايا الصمود وتحايا المقاومه والثبات وتحيه نضاليه عاليه لكم. هذه للتاريخ للتاريخ اول وقفه احتجاجيه داخل هذه البنايه. اول وقفه احتجاجيه داخل هذه البنايه للتنبيذ بهذه البنايه والظروف ديال الاشتغال في هذه البنايه. لذلك حنا مع التراث وتثمين التراث وكل شيء داكشي الثقافة والتراث مزيان ولكن حافظوا على هذه البناية كشكل بنيو لنا قصر العدالة وخليوها هذه البناية هذه ديروا فيها التصاور علقوا فيها شي حاجة ديال التاريخ شي في قبوشين شن في زارو شن 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 حاجة داكشي القديم ديالنا يتعلق هنايا
ويجيو عباد الله ويتصوروا وتراث وكذا مزيان تكون مركز سياحي في الاقليم ديالنا، ولكن باش تكون بنايه ديال يعني وزاره العدل مرفق قضائي راه عيب وعار وحشومه. لذلك للمره الالف ننبذ بالظروف ديال الاشتغال في هذه المحكمه ونطالب بقصر عداله في اقرب وقت ممكن. الاخوات والاخوه، الاخوات والاخوه، باش تعرفوا بان راه هاد الديناميه النضاليه، هاد الحركه الاحتجاجيه اللي قمنا بها راه لن تمر هكا مر الكرام، باش نتفاهموا راه بداو الاتصالات، الوزاره كتصوني للمدير الفرعي، المدير الفرعي صوني وكوك عباد الله شنو كاين. موظفين عندهم مجموعه المطالب عادله ومشروعه حق والو. هذه وزاره مدره للدخل وراه كتدخل الملايين بشكل يومي. ايوا اعتنيوا بالبنايه، تعتنيوا بالموارد البشريه. راه الناس كدير مجهود، كتشتغل، كتضحي، كتدخل الفلوس، ايوا خصهم يستافدوا. هذا الشيء ديال التعويض ديال الديمومه راه عيق. 3 سنين عباد الله كتسنى بزاف. النظام الاساسي نطالب، لان كاين نقاش دابا على النظام الاساسي ديال كتابه الضبط، نطالب باخراج النظام الاساسي وفق التصور ديال النقابه الديمقراطيه للعدل اللي فيه مجموعه من المقترحات الايجابيه لصالح الموظفات والموظفين. نظام اساسي محفز منصف عادل لجميع العطور ديال هيئه كتابه الضبط. إذن كنظن الوقت ديال الوقفه ديالنا تسالى. هذه اشاره، حنا معركه بديناها لن تتوقف، المعركه ستبقى مستمره اذا لم تتم تسويات الملف الانقلابي. اذا حنا مقبلين في ربما الاسابيع المقبله على دينامية نضالية بشكل صعيبي، لأن هذا سمينا وقفات إنذارية، احتجاج إنذاري. ننبه الوزارة، ننبه الغفالة باش ينتابعوا المطالب ديالنا، ما بقاوش يبيعوا لنا المطالب ديالنا، غنستمروا في المعركة ديالنا إلى غاية تحقيق جميع المطالب ديال الموظفات وموظفين هيئة كتابة الضبط. إذن في الاخير ادعو جميع الاخوه والاخوات المناضلات والمناضلين انهم يلتحقوا هنايا، ديروا واحد الصوره جماعيه، ربما ستبقى لي ذكرى للتاريخ في هذه البنايه. اذا نتمنى الاخوات والاخوه يلتحقوا كاملين.